بدا باش قبل كل شيء نرجعوا للسياق اللي جات عليها هذه اللجنه اللي هي آلية من الآليات اللي أعطاها الدستور والنظام الداخلي ديال البرلمان للنواب من أجل مراقبة الحكومة على رقابية. وهذه اللجنة تكونت على أساس طلب من فريق العدالة والتنمية، ومن بعد ما صادق المكتب كما هو اللي مضمون في المادة 107 من النظام الداخلي، تكونت حسب يعني الفرق البرلمانية بشكل نسبي، العدالة والتنمية 3 أعضاء، الأصالة والمعاصرة 3 أعضاء، التجمع الدستوري عضوين، حزب الاستقلال عضوين، الاتحاد الاشتراكي عضو، والمجموعة النيابية ديال الفاس عضو. من بعد ما تكونت من طبيعة الحال كانت المسطرة ديال تكوين المكتب اللي كان توافق على تلك المكتب والمسؤوليات اللي توزعت، رئاسة السي عبد الله بوينو، فريق العدالة والتنمية، النائب ديالو حزب الاستقلال السي سالك بولون، وبالنسبة للمقرر الأصالة والمعاصرة. مباشرة بعد ما تكونت هذه اللجنة هذه، باشرنا العمل ديالنا بتاريخ 5 جانفي 2017، وكان من أول ما ناقشناه هو المنهجية العمل على أساس، وهذا الشيء مهم جدا، على أساس ما هو مطروح كعناوين ديال المهم. كاين هناك 3 ديال العناوين اللي هما اساسيين. اولا هذه المهمه يعني عندها الهدف في معرفه وتحليل معادله احتساب اسعار المحروقات مدى استجابتها ونسبيتها مع تغيرات في أثمان البترول على الصعيد الدولي. ثالثا هل يعني الوقوف على مدى استجابة قطاع المحروقات للمغرب لشروط المنافسة الشريفة. إذن المهمة ديال هذه اللجنة منحصرة في 3 أهداف لا غير، لا غير. وغادي نجيو من بعد نفسر علاش تأكد على هذه المسألة. هذه اتفقنا على المنهجية اللي فيها 3 مراحل. المرحلة الأولى كانت تأسيسية مع وضع منهجية العمل، اتفقنا على منهجية العمل، اتفقنا في هذه المرحلة الأولى مع من غادي نتحاوروا وعند من غادي نمشيو باش ناخذوا المعلومات. المرحله الثالثه مناقشه على ضوء ما سنحصل عليه من معلومات على الخلاصه والاستنتاجات. المرحله الثالثه هي التوافق على التوصيات اللي خصنا نخرجوا بها. إذن هذا هو الإطار القانوني والمؤسساتي اللي مشينا عليه. بطبيعة الحال في المرحلة الأولى كان لابد باش نتوجهوا للقطاعات اللي هي
عندها علاقة بهذه الإشكالية ديال المحروقات. مشينا لوزارة الشؤون العامة والحكمة، ومشينا لوزارة الطاقة والمعادن، ومشينا للمديرية العامة الميزانية وزارة المالية، مشينا لمكتب الصرف، مشينا لإدارة الجمارك، ومشينا لمكتب الصرف، قلت مكتب الصرف، وكذلك استدعينا القطاع بالممثلين ديالو، سواء المجموعة المفطيين وجمعيات يعني محطة الوقود. هاد الناس هادو كلهم مشينا عندهم أو جاو عندنا واستمعنا لهم، وكان أسئلة دقيقة من طرف الإخوان الأخوات النائب النواب والنائبات، وعلى أساس هادوك اللقاءات خرجنا بمعطيات دقيقة وذات مصداقية، لأنه ما يمكنناش نشكو في 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 الدولة وفي الإدارة، يعني هادو إدارات قائمة الذات اللي أعطاو معطيات دقيقة جدا، وعلى ضوء هذه المعطيات اللي هي تقنية خرجنا بخلاصات واستنتاجات. واسمحوا لي إلا يعني نعطيكم واحد المسألة اللي هي دابا هذا هو التقرير اللي كان عليه نقاش، واللي هو التقرير موافق متفق عليه متوافق عليه بالإجماع. طبيعي أنه حينما وصلنا إلى مناقشة المعطيات وبالتالي وضع خلاصات واستنتاجات، لابد وهذا طبيعة الحال تبين الحيوية ديال هذه اللجنة. كان هناك نقاش في بعض الأحيان على نقطة واحدة تتستغرق ساعتين إلى ثلاثة ساعات، وغادي نرجع للإحصائيات باش نعطيكم شحال استغرقت هذا العمل ديال هذه اللجنة، لأنه 60 يوم اللي هو يتيح قانون يعني النظام الداخلي، اشتغلنا 60 يوم وفي بعض الأحيان إلى ساعة متأخرة من الليل، وكان من طبيعة الحال ومن الطبيعي أنه في عدة نقاط كان جدل، كان نقاش، كان ولكن دائما وهذا بكل الصدق كان في إطار جو المسؤولية اللي وضعها على عاتق هذه اللجنة هذه، وبأمانة لأنه عارفين الحساسية ديال الموضوع، عارفين الرهان ديال الموضوع، عارفين أنه قطاع استراتيجي، وبأنه نحن خصنا نتخلصوا وتخلصنا فعلا من كل أي تأثير بما فيه الألوان السياسية ديالنا. اللي اشتغلنا داخل هذه اللجنة اشتغلنا بروح مسؤولية وكذات واحدة، ولا يهمنا فيه ما أنت اللي سننتجه من عمل إلا مصلحة الوطن والمواطنين. التأويلات اللي جات من بعد وما قال وقيل وكتب إلى آخره، هذا من طبيعة الحال داخل في النقاش العام، يعني كل واحد له الحق يقول، ولكن داخل اللجنة راه نحن ملزمون ملتزمين بما جاء في هذا التقرير اللي هو منتوج ديال الجميع واللي هو صدق عليه بالإجماع وبدون أي تحفظ. أكثر من هذا أنه ما كانش يعني حتى قضية باش ندوزو التصويت في أي نقطة، هذيك تجاوزناها وتمت جميع ما يعني وضع في هذا التقرير، يعني نتيجة إجماع ونتيجة توافق اللي ما فيه حتى إشكال. نرجع للقضية ديال المحروقات، نذكر بأنه هذا التحرير ما جاش بين عشية وضحى، باش نفهموا بأن هناك
يعني واحد الصيروره تاريخيه اللي سواء الحكومه ديال بلاد الكيران ولا الحكومه الحاليه اشتغلت عليها. كان لهم واحد البرنامج اللي هو اشتغلوا عليه من اجل الوصول الى التحرير التام. وهذا التحرير من طبيعه الحال ابتدا حينما بدات المقاصه تتاخذ واحد الحجم لا يطاق. والنتيجه ديال هذا التحرير باش ما نرجع حتى للمراحل الاخرى اللي هي يعني مهمه جدا واللي هي كانت يعني يعني من 2013 فاش كانت مازال يعني نظام المقاصة ودزنا النظام المقايسة يعني الاندكساسيون سنة 2014 وصولا إلى المرحلة ديال الإصلاح سنة 2015 حين ترفع الدعم على الغازوال ترفع على الغازو بكامله ووضعت يعني واحد الاطار ديال تحديد اسعار الوقود. من بعد تحدفات قضيه المعادله واستقر الامر في الاخير على التحرير التام ديال اسعار الوقود من بعد ما نضد الغازو. إذن هذه المراحل كلها بنات عليها الحكومتين بنات عليها سياسة التحرير أو قرار التحرير. أشنو استنتجنا من المعطيات واللي قلت لكم القضية ديال هذه المعطيات اللي خديناها من مختلف يعني الإدارات والمؤسسات ذكرها وزارة المنتدبة في الشؤون العامة للحكمة، وزارة الطاقة والمعادن، مكتب الصرف، إدارة الجمارك، مديرية الميزانية، مجلس المنافسة سيتو، وكذلك يعني الجروبمون ديال النفطيين وجمعية ديال محطة الوقود. طبيعة الحال القراءة والتأويل لأنه هذا التقرير أنا في اعتقادي ما يمكنش يكون عنده 20 قراءة، أما يمكن يكون غير قراءة واحدة وموحدة. علاش؟ لأن أولا المعطيات حنا ما شاهدوا جبناهم من عقولنا، معطيات تنعاود نأكد أنه تعطاو لنا من طرف هذه الجهات كلها اللي ذكرت بها. إذن معطيات دقيقة وحنا تنعتبرو ذات مصداقية. باش نجيو اليوم ونمشيو لواحد الصفحة بوحدة ونستخرجوا منها واحد التأويل اللي تقرير ما تيقولوش، تقرير جاب تبيان، جاب واحد الجرافيك اللي عطاوه لينا سواء وزارة الحكمة والشؤون العامة وعطاته لنا وزارة الطاقة والمعادن اللي فيه المقارنة في التركيبة ديال أسعار النفط، مقارنة ما بين التركيبة اللي كانت مطروحة قبل التحرير وتعتمد من طرف الوزارات المعنية سواء الحكمة ولا وزارة الطاقة والمعادن، والجرافيك اللي هو تختلف على هذاك الجرافيك اللي هو اعطى ولا استخرجته هاد الادارات من بعد التحرير. يدير هذاك التفاوت راه من الطبيعي باش يكون. علاش؟ لانه التركيبه ديال الاسعار ديال النفط، وهذا هو اللي ما خصناش نقول الحقائق المغاربة، لأنه راه واحد سيستم معقد ماشي سهل، حيت ملي تنتكلموا على المحروقات راه ما تنجيبوهاش بالبيدو في واحد البلاصة وبس.
لا راه عنده واحد 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 ريجيم معقد. اولا حنا تنشيو تنتكلموا على الماده المكرره الرافيني، ثمن البترول ما هو الا مرجعيه، ثمن ديال المكرر يعني لو رافيني تيخضع لسوقين، سوق ديال روتردام وسوق ديال نيويورك، وحنا في اغلبيه الساحقه ديالنا تناخذوا على اساس روتردام. والممولين ديالنا فين كاينين؟ كاينين اساسا في اوروبا. اذا راه يمكن يكون عندك الثمن المرجعي ديال الماده الخام يعني البترول يطلع ولا ينزل، ويمكن في هذه واحد الفتره معينه ما ياثرش على الثمن ديال اللي تنقولوا لا بومب. علاش نقول معقد؟ لانه من لا رافيني من المصفات الى الميناء اللي تيستقبل محمديه اولا طنجيليت، هذاك الطريق عندها معايير لتحديد التكلفه ديال هذاك التراجي. ومن المرصى من الميناء الى تخزين عند الموزع هذاك مرحله اخرى، حتى تيوصل من 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 السيتير دو ستوكاج الى لا بومب الى سميتو محطه الوقود. اذا هذا الشيء كله قبل الدوله هي اللي كانت تتحكم في تحديد المعايير ديال التكلفه. تعلق الامر بالتامين، تعلق الامر بالنقل، تعلق الامر بالتخزين، تعلق الامر بجميع ما يتعلق بالميكانيزمات ديال يعني استيراد هذه الماده. هذه ملي تحرر من طبيعه الحال ان القطاع كل واحد والطريقه باش تيشتغل والطريقه باش تيدير الماناجمنت ديالو والطريقه باش تيتعامل مع اللي تيشتغلوا معاهم سواء في النقل او لا في التامين او كل واحد عنده التكلفه ديالو. وهذا الشيء علاش اساسا نفسرو هاد لو نيفيلمون اللي كاين ما بين هاد التبيان اللي كاين هاد ليدو جرافيك. ولكن ما كاينش غير هذا، راه كاين ما يزيد على 77 صفحه. فما نمشيوش الى الويل للمصلين ونوقفوا، لا الا غادي نناقشوا التقرير ككل. المهم هذه غير وقفت عليها لانه هي اللي ربما على اساسها بعض الاخوان سمحهم الله يعني داروا واحد التاويل اللي هو مخالف لما اتفق عليه لما كاين كمحتوى في هذا سميتو هذا التقرير. هذا قلنا بانه التحرير يعني نقدروا نقولوا بان التاثير الاول والمهم هو انه الدوله وفرت 35 مليار بالدرهم من صندوق المقاصد. هذا مكسب لميزانية الدولة. واش عندها الحق واش ما عندهاش الحق، واش استعمال ديال 35 مليار اللي هي قيلة وحنا سجلناها لانه هذا تصريح ديال المسؤولين انه والدعم المباشر نحو الفئات الاكثر هشاشه واكثر حاجه. هذا حنا ما ندخلوش فيه، هذا حنا تنسجلوا ما هو قيل لنا وما هو سالينا جمع المعطيات بدقتها وما خرجناش من الرباط
بقينا في الرباط، كان ممكن نمشيو لطنجي ميد ونمشيو لميناء محمد، ولكن ارتئينا بانهم لا داعي. وهذا اللي جعل انه في اول اعتقد اول لجنه استطلاعيه اللي تتقام بزيرو درهم، تقامت بزيرو درهم، وقلتها في التقديم الى سنينا ما سلكناه من ماء ومن قهوه في اثناء الاجتماعات، لانه كاين ما بعض الخطرات ظلما اللي تبخيس العمل ديال مع الاسف الشديد، تيقول لك راه هذا سميتو غير تيحوسوا بانه راه تتكلف ميزانيه. هذا العمل اللي هما اشتغلوا عليه الاخوان الاخوات اللي طلب 60 يوم واحد العدد ديال الساعات العمل غادي نرجع لها وغادي نعطيها، راه دا بزيرو درهم. وهذا الحمد لله هذا ماشي هذا ماشي التمني، هذا الحمد لله مجهود للاخوان والاخوات مشكورين عليه، والرئيس ديال اللجنه اللي هو حقا ادار هذه اللجنه داخل اللجنه، تنقول داخل اللجنه بكفاءه يعني بكفاءه تدبيريه نعترف به بها ما فيها اشكال. ما يتعلق خارج اللجنة هذاك مساله اخرى يمكننا نختلفوا كل واحد والرؤيه ديالو. جينا الاستنتاجات يعني تنقول يا ودي راه التركيبه ديال الاسعار ديال المحروقات راه فيها شقين، شق متحرك وشق ثابت. الشق المتحرك هو اللي قلت لكم انه عنده علاقه بالثمن ديال ثمن الماده رافيني، عنده علاقه في واحد الدرجه اخرى مع الماده مع البرميل البترول، واللي هو ثابت هو يعني الضرائب ديال ما يسمى باللاتيك، واللي هو يعني ما سهلش هذاك راه ما تيتغير، كيفما كان ثمن البترول تبقى قار و 10% ديال سميتو ديال 10% ديال لا تي في، واللي كانت هذه غير الالطف الربانيه والموقف ديال مجلس النواب وخصوصا اللجنات الماليه اللي وقفت ضد الزياده فهذا اللي كانت جات الزياده جات في المشروع ديال القانون المالي 2018 كانت غادي تدوز من 10 الى 14، وشوف يكون داز الى 14 شوف حنا كي دايرين عام الله كي غنكونوا يكون ما وقفناش، لانه كان اجماع ولكن كان المعارضه اللي لعبت دورها في هذا السلام اللي تيخليونا باش انه ما مقبولش في الظروف الراهنه باش نزيدو نتقلو كاين يعني المواطن ب 14% ديال 4% زايده في المحروقات، وغادي تكون كانت غتكون حقيقه كارثه، ولكن تقريبا غتكون كارثه يعني قياس مع هذا الشيء اللي تنشوفوه الان. اذا التركيبه ديال الاسعار راه هكا تتكون، كاين ما هو قار ما هو ثابت قلتو وما هو متغير. ودرنا مشينا ابعد ما يكون، درنا مقارنه ما بين الوضعيه ديالنا في المغرب بالنسبه للمحروقات والوضعيه المماثله في الدول بحالنا اللي غير منتجه، وحتى المنتجه اليوم نشوفوا السعوديه راه ما بقاش داك الشيء، حتى هما ارتأوا انه ما يقدروش يزيدوا يبيعوا يعني الثمن ديال ليسونس بما يناهز ما يساوي درهم و10، دابا راه زادوا تقريبا شي 5 دراهم على سميتو، هذه اللي منتجه من اول منتج الصيد. دونك درنا هذه المقارنه لقينا بانه الاثمنه ديال اللي كاينه في المغرب يعني تقريبا اقل من الاثمنه اللي كاينه في الدول اللي هي. هذا ما تيعنيش وما تنقولوش بانه هذا ماشي بزاف على الجيب ديال المواطنين،
خارج اللجنة تنقولوا بزاف، ولكن داخل اللجنة راه هادشي اللي عطى الله، ملزمين باش نقولوا الحقيقة. الحقيقة هو أن مقارنة مع دول أخرى اللي ما عندهاش التجارة قلبنا على قضية المنافسة. المنافسة الظاهر حنا تنبقاو بأنه كاين ما يزيد على 18 فاعل في القطاع، راه ما يمكنش 18 فاعل في القطاع يتفقوا، يتفقوا جوج ثلاثة أربعة، دونك تنقول أودي راه مستحيل باش يتفقوا 18، دونك كاين 18. ضف إلى هذا أنه هناك يعني بغض النظر على تعدد الشركات وتنوع مصادر شراء النفط، لاحظنا وهذا خصنا نقوله، لأنه هذا حتى هي راه كاينه في التوصيات، أنه من التحديات الكبرى اللي عند المغرب هو أنه خص التخزين يوصل لهذاك المستوى اللي مطلوب، يعني 60 يوم، اليوم راه ما كانش 60 يوم، وعطينا الجدول ديال الاستثمارات في هذا المجال، ولقينا بانه فعلا ربما باقي المزيد خص يكون، ولكن هناك استثمارات مهمه بالنسبه للتخزين. نعم. ماشي راه بالملايير، دونك هذا خص لابد باش نذكروا عليه. الملاحظ واللي تنواخذوا عليه قرار التحرير هو انه كان خص تكون الحكومه استباقيه وتوضع اليات للمصاحبه ومرافقه هذا الاجراء، وراه كاينه درناه في الخلاصه وجبناه كتوصيه انه لابد من وضع اليات للتصدي، لانه غدا لا قدر الله وما تنتمناوش، حنا دابا في 75 دولار، غدا الا بقى التوتر في الشرق الاوسط والعجرفة ديال ايران والمواقف ديال امريكا وبقى هذا الشيء، راه خصنا نجدو رؤوسنا، خص الحكومه تحمل مسؤوليتها. الحكومه ماشي هي اللي تدبر الازمات، الحكومه هي اللي تدير تاخذ اجراءات استباقيه، ماشي تنقول يكون عندنا كفاءه ديال توقع كلشي، لا، ولكن المسؤوليه انه ما نخليوش الامور حتى تفاقم. من المسائل اللي لاحظناها وهذا صحي جدا هو زياده في عدد محطات الوقود عبر المملكه، وهذا غادي يوسع بشكل مباشر ويزيد في الحده ديال التنافس، وهذا اللي مطلوب. ملي سالينا توافقنا على الخلاصات وتوافقنا على الاستنتاجات، قررنا أن نباشر يعني عملية ديال التوصيات. يوم 28 فبراير 2018 اجتمعنا، أعتقد مدة يومين ولا ثلاثة أيام، حول موضوع سميتو ديال التوصيات، وخرجنا، ما غاديش ندوزهم كلهم، ولكن من أهم التوصيات هو أن خص حتى القطاع باش يكتف من المجهود الاستثماري بالنسبة للتخزين، على أساس باش نوصلوا لهذاك السقف اللي هو سقف مريح ما
le seuil de sécurité اللي هو 60 يورو بس لا بدا باش هذا المجهود ولكن باش يدار هذا المجهود لاحظنا في الاستنتاجات والخلاصات بان في هذيك المرحله ديال فاش كانت المقاصه راه اللي حقيقه استفد اكثر وتقل الكاهل ديال القطاع هو القطاع البنكي. علاش؟ لانه الدوله طلبات من القطاع البنكي باش تمول يعني هذاك المتاخرات ديال صندوق المقاصه ولكن على اساس انه راه فائده يتخلصوا بثمن باهظ وهذا هذا 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 مشكل اخر هذا مشكل اخر اللي حتى هو القطاع البنكي بدا يوم الايام يعني نشوفوا لانه قطاع مهم استراتيجي والمغرب تيعطي به مثال كنموذج في القطاع المالي الى اخره ولكن هناك اسئله لابد تطرح وحنا حطيناها هنا قلنا بانه القطاع البنكي بالنسبه للخلاصات راه استفاد كثيرا ومطلوب منه فيما يتعلق بالمجهود اللي مطلوب باش يدار استثمارات باش يعني نرفعوا من الطاقه ديال التخزين خاص القطاع البنكي حتى هو يراجع السياسه ديالو فيما يخص يعني التكلفه ديال القروض وهذا بطبيعه الحال ماشي غير في هذا المجال في مجالات متعدده نتمنى ذلك ان شاء الله. تنقولوا بانه الحكومه لابد ان تكتف من جهود مراقبه القطاع وكل ممارسات مشبوهه هي راه عندها وسائل وتنطلبوا وهذا هو ربما الصلب ديال الموضوع هو تفعيل مجلس المنافسه لو كان في صيغته اللي تينص عليها القانون الجديد ما كناش نوصلوا لهادشي كان يكون هو الجندار الدركي الحقيقي فيما يخص جميع القطاعات لانه اليوم راه المحروقات غدا راه يكون قطاع اخر لانه اختيارنا لاقتصاد السوق راه اختيار ارادي ومتبصر ولكن عنده التكلفه ديالو هذاك الشيء علاش الدوله تيخصها يكون عندها اليات قويه باش تضبط التكلفه ديال ديال اقتصاد السوق باش ما ندخلوش فيما يسمى بسوق يعني قانون الغاب لو بلو فور ما يمكنش يعني في الدوله اللي دولتنا الحمد لله عندها مهمات ولكن راه شيشه فلهذا لا بد باش يكونوا وسائل الردع باش القوي ما ياكلش الضعيف وين في اطار احترام الضوابط اللي وهنا تيجرني نتكلم على قضيه الارباح اللي خلقتها حنا اولا ما عمر دخلنا وكان عندنا في البوند كوموند ديالنا انه غادي نبحثوا في الارباح ديال هذا القطاع فعلا يعني كانت هناك بعض المناقشات يعني ملي بدينا نقلبوا كيفاش واش يمكن نعرفوا هامش الربح لقينا بانه مستحيل وبشهاده ديال الوزارتين لا الوزاره ديال التجهيز الطاقه والمعادن ولا الوزاره ديال الحكمه اعترفوا بانه صعيب بمكان باش تحكم او لا باش تعرف او تحدد واحد الهامش ديال الربح اللي تقول هذا هو لو ريفيرونسيال مستحيل كاين اولا اسباب موضوعيه راه قلتها في الاول انه المستورد يمكن يكون مستورد يكون موزع يكون مخزن الى اخره
دونك كي غادي تحس بلي الربح ديالو هو عنده الحق يربح في جميع المراحل، اولا غادي تتعامل غير مع هذاك اللي هز اللي عنده اون سيتام تعمرها بور 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 دو جور تمشي وخويا عاد رجع عمر كي غادي دير. ضيف الى هذا تقلبات اللي كاينه بالنسبه لكل كل 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 فاعل والوزن اللي عنده بالنسبه للتكلفه مع من يتعامل بالنسبه للنقل بالنسبه للتامين الى اخره، هذا شيء مستحيل. اذا ما يتعلق بالربح او لهامش الربح اظن بانه هذا سيتافو ديسكور، هذا سيتافو ديبا، هذا حق اريد به باطل. الا غادي نقلبوا على الارباح راه لا اله الا الله، راه حنا بالعكس راه خصنا نبعثوا رسائل قويه بانه بلد مفتحه على الاقتصاد، مفتحه على الاستثمار، وبالعكس تندفعوا الناس يربحوا بطبيعه الحال في اطار ما هو مخور قانونا ونقول حتى اخلاقيا، يلا نزيدوها حتى هي اخلاقيا، ولكن هذا الاخلاقي واش غادي نحدوه؟ ما غاديش نحددوه. اذا التقرير والمهمه ليس لها اي دخل فيما يتعلق به. لو قيل لنا الله يخليكم راه خصنا نمشيو نمشيو ليها كما كايناش كايناش. اظن بان هذا يعني بعجالة أو لا باختصار باختصار ما محتوى ديال هذا ديال التقرير كما كتقول لي فيها 77 صفحة 77 صفحة وهذا الشيء تنعود نأكد بكل أمانة بكل صدق بأن انا شخصيا كمقرر ما عمرني لمست لا من بعيد ولا من قريب داخل اللجنه ولا خارج اللجنه واش كاين هناك شي واحد او لا شي وحده كبر شؤونه او لا صغر شؤونه اللي حاول يتقرب من اللجنه من اجل تحوير الاعمال ديالها. ولو اعتقد البعض منا احنا مسؤولين اولا امام الله وامام هذا منتوج ديال الجميع، هذا التقرير الوحيد كاين جوج، هذا التقرير الوحيد موحد وصدق عليه بالاجماع وتم طرحه بشكل واضح امام اللجنه الموقره ووقعت مناقشته بكل واحد حسب قناعته، ولكن الذي يبقى هو ان الخلاصه والتوصيات هي خضعت القناعات المشتركه ديال اعضاء اللجنه واللي تم المصادقة عليها واللي تنتمناو الآن هو أنه بعد مناقشة ديالو أنه غادي ترفع إلى مجلس إلى مكتب مجلس النواب لتحديد هل يناقش في جلسة عامة أو لا. هذا من السلطة التقديرية ديال مكتب اللجنة، ولكن كيفما كان الحال حنا نفتخر بهذا العمل نعتز به لأنه إلا ما كانت ليه غير هذا الحسنة أعطى فرصة لجميع شرائح يعني المغاربة باش يدخلوا في واحد النقاش اللي ما كان ممكن يدخلوا ليه لو ما كانش هذا اللجنة الاستطلاعية، واللي كذلك أعطت الفرصة للمؤسسة الدستورية مؤسسة الدستورية البرلمان باش يشوف يعني يطلع عن بدقة
على قطاع حيوي استراتيجي واللي نتمنى انه غادي يعطي اشارات واضاءات للحكومه من اجل استباق الازمات، استباق المشاكل الاجتماعيه اللي حقيقه الان كلنا مدعوون الى مرجعه الذات، لانه المغربي لا البسيط الضعيف ولا الطبقه المتوسطه تاكل العصا، يعني في القدره الشرائيه ديالها والاليات، ماشي اليه ديال نضرب في هذا القطاع او لا نمشي، لا هي شوفوا النموذج الاقتصادي ديالنا اشنا هو الاختلالات اللي فيه، نشوفوا هذا الرقم المخيف ديال البطاله 46%، ماشي ذاك الرقم اللي تما مخيف، انه خصنا نبعثوا الامل في هاد الشباب، لانه الا مشينا حتى خلينا يفقد الامل راه لا قدر الله اللي ما عرفناش شنو هي يعني التبعات ديال هاد. اذا هذا هو نقول بانه اعطيت ما يكفي من الايضاحات، وشكرا لهذا الموقع بريس، وشكرا ورمضان كريم، وشكرا لراديو بلس اللي حقيقه اذاعه جهويه رائده، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.